بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن ناصر، منورنا. الله يخليك كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف وكابتن علاء، كابتن ناصر، كابتن عادل وكابتن ناصر. اهلا كابتن. شلون طيب يا كابتن؟ كل سنه طيب يا كابتن شريف. طبعا طاقم التحكيم النهارده مكون من الكابتن احمد الغندور الحكم الدولي، وكان معاه الخطوط محمد عبد المجيد من اسكندريه كان مساعد رقم واحد، عندنا مساعد رقم اثنين كان موجود. هنا هنجيب الحكام، هنا احمد الغندور هو حكم المباراه، هو حكم دولي، ونفتح الكادر كده نجيب المساعد رقم واحد محمد عبد المجيد، المساعد رقم اثنين شهاب راشد، والحكم الرابع الدولي محمد حسن. الفار كان موجود النجم الصاعد حسام عزب، وكان معاه محمود ابو الرجال. قبل ما نتكلم كابتن ايمن بس في المباراه، بنتكلم في موضوع الوقت بدل الضايع. صح، الوقت بدل الضايع ده حق القانون اداه للفريقين، مش الفريق واحد. الحق الوقت بدل الضايع ده حق للفريقين. وبنيجي النهارده نقول حتى لو الحكم انا بدي مثلا اربع دقائق وقت ضايع، حصل ايه؟ حصل ان في الاربع دقائق اللي انا اديتهم حصل ان في كان عندي اصابه موجوده وكان عندي استبدال. اضافه لايه؟ الاربع دقائق كمان لما نيجي نتكلم بالتقريب، انا كحكم مفترض ادي الوقت الضايع بالتقريب، مش قوي يعني، ولكن عندي اصابات في الشوط الثاني، عندي استبدالات في الشوط الثاني، على الاقل على الاقل مش اقل من ست دقائق في الشوط الثاني. ده بنتكلم ليه؟ بنقول الكلام ده لكل حكامنا من فضلكم، لان الحق الوقت ده ممكن فرقه بيجيب جون واثنين وثلاثه في الوقت بدل الضايع. مش معنى حتى لو كانت النتيجه تعادل او فوز، احنا بندي الوقت الضايع للفريقين يا كابتن ايمن، ودي ثقافه بنديها للحكام كلها. القانون اداك الحق في انك انت تقدر الوقت بدل الضايع بشكل صحيح عشان تدي حق للفريق. هنروح للحاله الاولى ونشوف الحالات. احنا تقريبا عندنا ست حالات. هذه الحاله طبعا احمد يمكن عنده زاويه رؤيه رائعه، بس هنفتح الكادر شويه ونشوف الاول خالص، نشوف مكان وتمركز احمد. هو هنا احمد حس بالمخالفه وقريب جدا جدا وشايف، ونشوف هنا هل في مخالفه ولا ما فيش. كابتن ايمن شوف من الاعاده اللي جايه هنا، هرجع تاني. احنا قلنا الكتف في الكتف، يبقى يا كابتن علاء الدراع ما يطلعش منك او الكوع الذراع ما يطلعش من جنبك. هرجع تاني شوف هنا اللاعب دجله، شوف هنا، شوف هنا الكوع او الذراع خرج من الجسم، وبالتالي ده ما بقاش كتف في كتف. جوه ال 18 يا كابتن ولا بره؟ لا، هي خارج منطقه الجزاء. خارج منطقه الجزاء. انا بتكلم في ممكن حد يقول لك ليه ان كتف في كتف ويستمر اللعب يتواصل. لا، انا بقول هنا بنشوف هنا الايد هي رايحه لوليد سليمان، وبالتالي انا شايف ان كان في مخالفه لم تحتسب للنادي الاهلي. دي كانت اول حاله. دي مخالفه وطرد ولا مخالفه وانذار؟ لا، هو مخالفه عاديه يا كابتن شريف، لان احنا قلنا ده دفع، مفيش فيه تهور، لان كان فيه لاعب مغطي في الحالتين. الحاجه الثانيه هنشوف دي فيها انذار. هنا الحاله الثانيه، وهنا يمكن احمد هنا نشوف بس في التفاصيل بالحاله، هو هنا خلى اللعب يتواصل، ونشوف هنا هل في مخالفه ولا مفيش. نشوف الرجل هنا راحت فين. ستوب. هنا الرجل هنا واخده جزء من الارض كابتن ايمن، وجزء فوق في القصبه من فوق، يعني اقل شيء بنقول عليها ان هي ايه، يمكن رجله لما جت على الارض خففت من القوه ومن السرعه، وبالتالي هنا بقول هنا في انذار للتهور. طبعا هو هنا لم تحتسب المخالفه، وهنا كان يجب ان هنا اشهار البطاقه الصفراء في هذه الحاله. كانت قدامه كمان. بالظبط كده. الحاله الثانيه ونشوف هل هناك مخالفة داخل الصندوق ولا لا. نشوف هنا الراجل هنا عدى، وهنا بدر. حتى لو كان في مخالفة هنا هقف بس ستوب، لو برة. كان في مخالفة هنا خارج من بره، صح، عشان بس نبقى واضحين، لو كان هناك في مخالفة لدجلة كانت هتبقى من خارج منطقة الجزاء. هنخلي اللعبة تواصل ونستمر ونشوف هنا ايه اللي حصل. نشوف هنا رجل نزلت، نمشي 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 نمشي، هنمشي نمشي عادي، بعد كده نمشي طبيعي عادي. هنا الرجل راحت، وهو يمكن عمل يعني ايه، يعني ايه بدر في اخر لحظه راح حاطط رجله على الارض. ايوه. وبعدين حصل السقوط من لاعب دجله، مش عايز اقول هنا يبقى في انذار للتحايل، ولكن هنا اللعب يتواصل، وهنا كان قرار احمد الغندور، هي طبعا كان قرار صحيح بعدم احتساب اي مخالفه في هذه الحاله. قرار صحيح من احمد الغندور، لا توجد مخالفه ركله جزاء، سواء كانت المخالفه من خارج او من داخل منطقه الجزاء. الحاله اللي بعد كده حالة من الحالات المهمة، واحنا نشوف هنا الكرة بتصطدم. اللاعب ده كابتن أيمن،
هو اللاعب ده مش في لعبه متعمد. مظبوط. تمام؟ مظبوط. هو قلنا ايه؟ امتى ستوب؟ لو متعمد هرجع. ما تتحسبش. بس بس بس. مظبوط. هنا في لاعب في موقف التسلل اللي هو كان علي معلول. مظبوط. لو لاعب دجله لاعب متعمد. متعمد صح. تمام؟ يبقى يستمر اللعب ومفيش تسلل. مفيش تسلل. مظبوط. لما احنا بنقول هنا ايه؟ في هنا ارتداد من اللاعب، يعني هو ما عندوش امكانيه السيطره على الكره كابتن علاء. صح. تمام؟ لو انا النهارده عندي القدره ان انا العب لعب متعمد ولعبته راحت لي لعلي يستمر اللعب مفيش تسلل. ايوه يعني تعتبر ايه لعب متعمد. انما هنا نحس ان اللاعب هنا ايه عدم تعمد واقف وارتدت الكره من رجليه وراحت للاعب في موقف التسلل، وبالتالي كان يجب على الحكم المساعد الاشاره على التسلل في هذه الحاله. بس هي عموما حتى لو كانت جت جول كان الفار هيجيبه. ممتاز يا كابتن ايمن. هو هنا الفار ما قدرش يتدخل بردك لان اللعبه ما جاش منها هدف. وبالتالي هنا بنقول لمحمد كان يجب عليك انك انت تركز هل هناك لعب متعمد ولا هناك ارتداد او انقاذ، وبالتالي ما فيش مشكله. حاله من الحالات المهمه يمكن يعني هنشوف عشان مش هنسبق الاحداث يا كابتن ايمن. كابتن شريف نشوف هنشوف هنا بيكهام عدى ويمكن الايد طالعه يا كابتن ايمن صعبه على الحكم، صعب جدا النهارده كحكم. هنشوف الزاويه اللي جايه. ها ده جابه ستوب. هنا قلنا الشد، ما حدش يقول لي ان في شده خفيفه يا كابتن علاء. وشده ايه؟ صح. انا لاعب رايح الشده بتعطل لي حتى الشده بتروح موقفني. تمام؟ بالظبط. الشد يمكن مش زي اي مخالفه ثانيه في عرقله، لا ما فيش، في دفع ما فيش. هنا الشد واضح والايد خارجه وباينه والشد واضح جدا. يمكن اللاعب كان عنده ذكاء جدا ان هو مسك وساب. طب ازاي الفار ما جابوش في حاجه هنا زي الحاله دي؟ هو خلى اللعبه تواصل احمد، على الرغم ان انا لو رجعت كده كابتن ايمن هرجع كده لاحمد الغندور. خلاص هنا شايفين الايد وهنا بيكهام الشد موجود، وقلنا الشد يا كابتن الحاجه الوحيده اللي ما فيش فيها شد بسيط وشد كبير، ولكن انا شايف ان هنا كان يجب احتساب ركله جزاء للشد، مخالف شد للاعب النادي الاهلي بيكهام. ما حسبهاش ليه يا كابتن؟ نروح ل لا ما في حاجات كتير ما بتحسبش. هو ما شافهاش عادي. ما حسبهاش ليه؟ لا هو هنا قدر الحكم زي ما قلت لك، هو قدر ان مفيش مخالفه. لا اقول لك انا وجهه نظر. اتفضل. لا هم الحكام عندنا في مصر دايما عايز البنالتي يبقى صارخ قوي، انه يبقى بنالتي وباين وواضح لكل الناس. انا بتفق معاك يا كابتن عادل، بس هنا ايه الشد اللي هنقول الكلام ده لحكامنا؟ الشد مفيش حاجه اسمها شد تقيل وشد خفيف. احنا كلنا لعبنا كوره، انا وانا بجري وبتشد بقف، وبالتالي انا شايف ان ركله جزاء لو شفت مكان وكابتن الحكم كان واضح لم تحتسب. ما كانش لازم الفار يتدخل في الحاله دي يا كابتن؟ والله هنا الفار ليه دور كبير، بس هو زي ما قلت لحضرتك هنا في الكونفيرم بيحصل من الفار، هل هي الفار شاف ما شافش اللقطه موجوده. بس هو بص مكانه فين الحكم كتير. يا كابتن بص مكانه زاويه الرؤيه تمام كابتن، زاويه الرؤيه بالنسبه له كويسه جدا. بص يا كابتن ايمن انا هلاحظ ان الشد اللاعب هنا بردك عنده ذكاء، هو شد ما مسكش وساق، يعني هو مسك وساق سريع. طب يعني هي خدت جزء كده من السعاده، أيوة. ولكن كابتن معلش دي لابد ان يكون عند الحكم احساس شويه باللعبه، يعني اكون انا حاسس اللعبه او عندي توقع ب ايوه فضل. انا شايف برضو اللي ساعد ان الفار ما يتدخلش يا كابتن ان مفيش من حد من لعيبه الاهلي اعترض. لا احمد رمضان كتير. هو اكتر واحد حاسس باللعبه دي هو احمد رمضان. اعترض انا معاك. بص يا كابتن انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا. هو اكتر واحد هو بص كابتن حد حاسس بيها صح. انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، يمكن حصلت في ماتش امبارح في الدوري الانجليزي وهناك ركله جزاء واللاعب لم يعترض وركله جزاء صحيحه، وهنا اللاعب حتى ما بيديش للحكم التفكير ان هو يتراجع مع او يرجع مع الفار. نروح للحاله، ولكن هنشوف هنا الحاله هنا شد، هنا شد موجود ولم تحتسب ركله جزاء لصالح بيكهام. في حاله تانية ولا اخر حاله عندنا دي؟ اخر حاله كابتن جايه نشوف. انا بقول لعيبه عندها حق لما تروح ويجري على الحكم. هنا طبعا في انذار للتهور مع وليد سليمان، القرار كان قرار صح لاحمد الغندور، لم يتاخر ولم يتردد في اشهار البطاقه الصفراء في هذه الحاله، بنقول عليه امتياز في هذا القرار. هنا وليد نجح في لعب الكره، وهنا اللاعب دجله بيشوط في السليمان. نروح الحاله بعد كده نشوف ايضا هنا عندنا ديانج. اليو ديانج، يعني تقدر تقول هنا نقدر الانذار لحاجتين، لتعطيل هجوم واعد وللتهور كابتن ايمن. يمكن دي صحيح. كانت اخر حاله
تقريبا موجودة عندنا. نتمنى طبعا التوفيق للتحكيم، ونتمنى التوفيق كمان للجنة الحكام في المباراة القادمة. نشكرك شكرا جزيلا كابتننا الكبير وخبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس، امتعتنا كالعاده. شكرا كابتن ايمن. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي ووادي دجله، والتي انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي بدون اهداف بين الفريقين. كل التمنيات الطيبه للنادي الاهلي بالتوفيق في المباراه القادمه ان شاء الله. ونشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم شاكرين جدا كابتن، الف شكر. شكرين يا كابتن، الف شكر. كابتن عادل عبد الرحمن، الف شكر. شكر كابتن عادل. كابتن علاء مهوب، الف شكر كابتن علاء. اشكرك يا ايمن، ومش معنى تعادل المباراه يعني حاجه، لكن بتحصل، لكن ان شاء الله بتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن هاني العجيزي، الف شكر كابتن هاني، نورتنا. ربنا يخليك يا كابتن، التوفيق ان شاء الله في اللي جاي. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.